يعني بالتأكيد أنا أعتقد أن الحكومة العراقية هي وقعت في إحراج كبير، باعتبار أن الحكومة قد أعلنت ومن اليوم الأول ومن الساعة الأولى لمنحها الثقة بأنها ستقوم بحماية المصالح الأمريكية والقاعدة الأمريكية والتواجد الأمريكي الموجود في العراق. وبالتالي أنا أعتقد أن ما يحصل في العراق هو من قبل الفصائل المسلحة ولا يختلف كثيرا عن ما يحصل في المنطقة. بالتالي هذه الفصائل هي مرتبطة بالجانب الإيراني. واضح أن إيران بعد استهداف واغتيال إسماعيل هنية كان هناك يعني الكثير من يتحدث عن أن الرد الإيراني سيكون ردا عنيفا، وبالتالي هناك من بالغ يعني تحدث بشكل أقوى بكثير أن هناك ردا إيرانيا، ولكن بالنتيجة أنا أعتقد أن إيران استقرأت الموضوع أكثر وأكثر، وأن التهديدات التي وصلت إلى الجمهورية الإسلامية هي تهديدات حقيقية، وإسرائيل هي تريد بالفعل أن يكون هناك ردا لأنها ربما سترد بقضايا أخرى. أنا أعتقد أنه ربما هذه الفرضية أن من قام بهذه العملية ربما تورطت شخصيات يعني معروفة، هي كانت أيام حرب داعش وتحرير محافظة خصوصا الأنبار، لكن أنا أعتقد أن هناك ربما هناك أطراف ربما ساعدت هذه الجهات، ولكن بالتأكيد الموقف من موقف الفصائل هو لا يختلف كثيرا عن الموقف الإيراني. وبالتالي أنا ربما أعتقد أنه هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم بالفعل تورطوا في هذه العملية، ولكن أنا متفق أنه الفصائل هي مرتبطة بالقرار الإيراني، وبالتالي ما طيب حصل. لكن عذرا نتحدث عن ينتمون إلى الحشد العشائري، هم جزء يعني أليسوا جزءا من الحشد الشعبي باختصار لو سمحت؟ نعم بالتأكيد هم جزء من الحشد الشعبي، ولكن معروف جدا يعني أن هناك أطراف ربما مقربة أكثر يعني أكثر بالنسبة لقيادة الحشد الشعبي، وخصوصا الفصائل الجهادية المرتبطة بإيران. وبالتالي أنا أعتقد حتى هناك أطراف سياسية مرتبطة بالإطار التنسيق ومقربة من إيران، وهي شخصيات سنية. لكن بالنتيجة أنا أعتقد أن الفصائل المقاومة في هذه المرة لم تتورط، طيب. وأعتقد أن هناك جهود ربما بذلت من قبل الحكومة أوصلت رسائل لهذه الفصائل، ولا الإطار التنسيق باعتبار هو من شكل الحكومة وهو لديه علاقات طيبة وقوية مع فصائل المقاومة. طيب.